تلاميذ سنة أولى ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثالث في مادة التربية العلمية، سنقوم بحله معا. التمرين الأول، ضع ص أمام العبارة الصحيحة وخ أمام العبارة الخاطئة. إذا وجدنا عبارة صحيحة أكتب ص، إذا وجدنا عبارة خاطئة أكتب حرف الخ. نقرأ الجملة، يمكن لبعض الأجسام الصلبة أن تتحول إلى سائل. إذا لدينا أجسام صلبة يمكن أن تتحول إلى سائلة، أحسنتم، هي صحيحة. مثلا الجليد يتحول إلى ماء، إذا الصلب تحول إلى سائل. الزبدة لا تذوب عند تعرضها للحرارة، الزبدة لا تذوب عند تعرضها للحرارة، خطأ، لأننا إذا وضعنا الزبدة في الشمس مثلا تذوب. إذا الزبدة لا تذوب، خطأ، في عند تعرضها للحرارة. ثالثا، نستعمل مواد التطهير للقضاء على الجراثيم. مواد التطهير مثلا الجافيل نستعمله للقضاء على الجراثيم التي هي مضرة للإنسان. جيد، هي صحيح. نستعمل مواد التطهير للقضاء على الجراثيم. نحتفظ بمواد التنظيف، المواد التي ننظف بها البيت، بين المواد الغذائية. مواد التنظيف جافيل مثلا نضعها مع المواد الغذائية التي نتغذى منها، خطأ، مواد التنظيف نضعها لوحدها في مكان مختلف عن المكان الذي نضع فيه المواد الغذائية. أراجع، يمكن لبعض الأجسام الصلبة أن تتحول إلى سائل، صحيح. الزبدة لا تذوب عند تعرضها للحرارة، خطأ. نستعمل مواد التطهير للقضاء على الجراثيم، صحيح. نحتفظ بمواد التنظيف بين المواد الغذائية، خطأ، نحتفظها بعيدا عن المواد الغذائية. التمرين الثاني، أربط كل جسم بحالته. لدينا أجسام العسل، الخشب، المسطرة والدم، ولدينا جسم سائل، جسم صلب. إذا كان الجسم سائل نربطه مع الجسم السائل، إذا كان الجسم صلب نربطه مع الجسم الصلب. لدينا العسل، العسل نشرب العسل، أحسنتم، إذن العسل جسم سائل. الخشب، الخشب الذي يستعمله النجار لصناعة الكراسي مثلا، لصناعة الأثاث، الخزانة، إذا هو جسم جيد، جسم صلب، الخشب جسم صلب. المسطرة، ها هي المسطرة، جسم، أحسنتم، صلب. والدم، الدم الذي يجري في جسم الإنسان لونه أحمر، الدم هو جسم، أحسنتم، جسم سائل. إذا نراجع، العسل الذي نشربه هو جسم سائل، الخشب جسم صلب، المسطرة كذلك جسم صلب، والدم جسم سائل. التمرين الثالث والأخير، اذكر سبب التغيير بالحرارة أو بالبرودة. إذا الجسم سوف يتغير إما بالحرارة أو بالبرودة، إذا كان بالحرارة نكتب بالحرارة، إذا كان بالبرودة نكتب بالبرودة. الزبدة تذوب، الزبدة تذوب، متى تذوب الزبدة؟ هل تذوب بالحرارة أم تذوب بالبرودة؟ تذوب عندما نضعها في الشمس مثلا، وعندما نضعها في الثلاجة، أحسنتم، الزبدة تذوب بالحرارة. إذا وضعناها مثلا في الشمس الزبدة تذوب. الماء يتجمد، الماء سائل، إذا وضعنا في الثلاجة مثلا يصبح جليد، إذا يتجمد بالبرودة. إذا الجسم يذوب بالحرارة، ولا ما يقول لنا الجسم يتجمد بالبرودة. وهكذا انتهينا من حل اختبار التربية العلمية. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم اختبارات جدد، وإلى اختبار قادم إن شاء الله.
والسلام عليكم.